روني ديكارت، فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي من القرن السابع عشر، عرف بعبارته الشهيرة الكوجيت، أنا أفكر إذن أنا موجود. ولد روني ديكارت في عام 1596 وعاش في عدد من البلدان الأوروبية في فترات متفرقة من حياته. كانت تراوده منذ الشباب رغبة قوية في التوصل إلى معرفة يقينية بطبيعة الإنسان والكون، فأقبل على دراسة الفلسفة، وكان مثل سقراط يعتقد بأن المعرفة اليقينية لا يمكن الوصول إليها إلا بالعقل، فنحن لا نستطيع أن نثق بما تخبرنا إياه الكتب القديمة، بل نحن لا نستطيع أن نثق بما تقولنا الحواس أيضا. لقد كان يعتقد أن العقل وحده هو ما يتيح لنا الوصول إلى المعرفة اليقينية. إذن يمكن القول دون مبالغة أن ديكارت هو مؤسس الفلسفة الحديثة، لكنه لم يثق في شيء أكثر من العقل الذي اعتبره أعدل قسمة بين الناس. اعتبر أن استخدام الأمثل للعقل يكون من خلال جملة من القواعد التي تنظم الفكر الإنساني. اعتبر ديكارت أن الشك هو الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحقيقة، وطرح جانبا جميع ما تعلمه وجميع ما تلقاه من أفكار وتمثلات، ولكن عندئذ خطرت له هذه الفكرة: إذا كانت هناك حقيقة يقينية مؤكدة هي أنه يشك، وإذا كان يشك فعلا فلا بد أنه يفكر، وإذا كان يفكر فلا بد أنه كائن مفكر. أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن علينا الشك في كل شيء من أجل الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما أسماه ديكارت طريقة الشك المنهجي. لذلك تساءل ديكارت عن إمكانية الوصول إلى منهج يتيح للنفس القدرة على الوصول إلى اليقين والدقة في مجال التفكير الفلسفي. ولقد أثار ديكارت في كتابه مقالة في المنهج مسألة المنهج الذي يجب أن يستخدمه الفيلسوف في حل أي مشكلة فلسفية. يقول ديكارت: إننا لا نستطيع أن نقبل أي شيء على أنه صحيح ما لم نستطع أن ندركه إدراكا واضحا ومحددا. لذلك قرر ديكارت أن يكتب كتاب قواعد المنهج الذي وضع فيه مجموعة من الخطوات التي يجب أن يسترشد بها العقل من أجل الوصول إلى الحقيقة. القاعدة الأولى: ألا أقبل شيئا على أنه حق ما لم أعرف يقينا أنه كذلك، بمعنى تجنب التهور والبحث عن الحقائق التي لا يمكن الشك فيها. القاعدة الثانية: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع. كان ديكارت يعتقد أن الفلسفة يجب أن تبدأ من الأشياء البسيطة إلى المركبة، وهذه الطريقة تمكننا من الوصول إلى اليقين. ثم القاعدة الثالثة: أن أسير أفكاري بنظام بادئا بأبسط الأمور وأسهلها معرفة كي أتدرج قليلا حتى أصل إلى معرفة أكثر ترتيبا، وتسمى هذه القاعدة بالتركيب. فإذا كانت القاعدة الثانية تسمى التحليل فالثالثة تسمى التركيب. أما القاعدة الرابعة في أن أقر أنه علينا التأكد مما توصلت إليه وأجري مراجعة لا شاملة لأكون على ثقة مما توصلت إليه. من هنا نفهم أن ديكارت أراد أن يستخدم المنهج الرياضي في معالجة المسائل الفلسفية، لأن العقل وحده هو الكفيل بأن يقودنا إلى اليقين، فليس من الفطنة أن نثق بحواسنا أو نعول عليها. لقد كان يستهدف أن يصل إلى معرفة يقينية عن طبيعة الحياة، فبدأ بالتأكيد على أننا يجب أولا أن نشك في كل شيء، فهو لم يكن يريد أن يبني نظامه الفلسفي على معرفة مزيفة. حاول ديكارت من خلال فلسفته أن يقدم إجابة نهائية عن تساؤلات حول كيفية إثبات الذات وإثبات الوجود الخارجي. ويمكن تلخيص قواعد المنهج في قوله: ألا أقبل شيئا على أنه حق ما لم أعرف يقينا أنه كذلك، بمعنى أن أتجنب بعناية تهور والسبق إلى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما حضر أمام عقلي في جلاء ووضوح وتميز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك. بهذا المعنى يمكن القول أن فلسفة ديكارت كانت ثورة فلسفية بكل المقاييس، لأنه أعاد الاعتبار لمفهوم الذات
وساهم بذلك في تأسيس الحداثة الفلسفية التي ستكون بداية مشوار التقدم الفكري للحضارة الإنسانية، وستكون مشوارا أساسيا في نهضة الفكر الإنساني في القرن 17 والثامن عشر. قد كان ديكارت متفائلا حول مقدار ما سيحقق الإنسان من تقدم على المستوى الفكري وعلى المستوى الحضاري والعمراني. وفي سنة 1646 اهتمت الملكة كريستينا ملكة السويد بكتابات ديكارت، وطلبت منه أن يأتي إلى السويد ليعلمها الفلسفة والبحث عن العواطف، لكن الطقس كان باردا، الشيء الذي سبب له المرض. توفي سنة 1650 عن عمر يناهز 53 عاما، وخلف وراءه الكثير من الكتب والنظريات التي ساهمت في تطور الإنسانية ولازلنا نستفيد منها إلى اليوم. بعد أن